بداية رحلتنا الصباحية كنا نحن عم نحكي هلأ أمام موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، قديش مهم فعلا اليوم ناخذ هاي الإجراءات الوقائية. وفي مثل ما عم نسمع أنه في يمكن نوعا ما تمحور حول هيدا الفيروس، تطور جديد رح نحكي عنه أكثر مع المتحور دلتا من فيروس كورونا، موجة جديدة مع انتشار الفيروس بين جميع الفئات العمرية. بدنا نستفسر أكثر، كل الناس عم تقول فعلا في تطور قوي لهيدا الفيروس، الإجراءات الوقائية نفسها ولا بتختلف، اللقاح فعلا اليوم قديش هو حامي وفعلا بيعطي مناعة للجسم، كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع الدكتور حسام البردان اختصاصي صدرية ضيفنا العزيز. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. صباح الصحة والسلامة دكتور. يعني نحن ما صدقنا، ارتحنا شوي من فيروس كورونا، خفت شوي الإصابات، رجعنا لمرحلة جديدة متحور دلتا. خلينا نعرف بالتفصيل بالبداية شو هو وشو مدى انتشاره بسوريا، هل الإصابات فعلا خجولة عنا دكتور؟ يسعد صباحكم بداية. هلأ نحن نتمنى أن تتم محافظة على الخجل تبعها وتبقى خجولة ما تزداد يعني مع تقدم الوقت. بداية بدي لمح فكرة شو يعني نحن عم نقول متحور أو فاريانت أو متغير، يعني ليش الفيروس بيتغير. عادة الفيروس بينقسم ضمن الجسم البشري، هو بينقسم ضمن بيفوت على الخلايا وبيحاول يزيد الأعداد تبعه بشكل كتير كبير. أثناء عمليات النسخ خيري بتصير على الفيروس، ممكن أنه يصير بعض الأخطاء خلينا نقول بصح التعبير بطباعة الكود تبع هذا الفيروس أثناء انتقاله من شخص إلى آخر أو ضمن الخلايا البشرية. هلا هذا الشيء معروف على كل الفيروسات انه هي ما بتتم محافظه 100% على كامل شكلها، بتتم الا ما يصير اثناء النسخ تبعها بعض الاخطاء بعمليه النسخ هي. بس هي الاخطاء عاده بتكون انه بدم الفيروس محافظ على شكل معين. هلا اذا بلحظه من اللحظات وجدنا انه هالنسخ او التغير بالفيروس الاختلاف كان كبير بشيء معين يرتبط بطريقه انتشار هذا المرض او الاعراض اللي عم يعملها، فهادون عم صاروا يطلقوا عليه لقب متغير او فاريانت او مثل ما نقول المتحور، يعني اخذوا مجموعه او من الفيروسات اللي بتغير شكلها وسموها متحور. فمثلا بالعام الماضي بدانا نسمع اذا نذكر كلياتنا بالمتحور الفا اللي هو اللي ظهر ببريطانيا، بعد منا سمعنا بالمتحور بيتا اللي ظهر بجنوب افريقيا، ومن ثم سمعنا بالمتحور جاما اللي كان اطلق عليه البرازيلي. وهلأ بدأنا من حوالي بديسمبر 2020 من حوالي 7-8 شهور ظهرت أول حالات بالمتحور دلتا أو المتحور الهندي، لأنه أول اطلق عليه المتحور الهندي أنه بداية ظهور حالاته بالهند. هلأ نحن مثل ما حكينا شغلة أنه بيهمنا أنه هل هذا قابلية العدوى تبعه مختلفة عن غيره؟ هذا اللي بيهمنا. بدي أسألك عنه دكتور، لأنه دائما مع بداية انتشار الفيروس بتسمع دائما يمكن عبر الانترنت معلومات أحيانا مغلوطة، انتشار شائعات بشكل كتير كبير، في ردة فعل عند الناس مع خوف. نحن يعني الخوف نوعا ما إيجابي لتأخذ الناس الإجراءات الوقائية، بس شو الاختلاف؟ يعني اليوم عم نشوف لقاح موجود لفيروس كورونا عم يكون مؤمن في جميع الدول، حتى عنا بلشت الناس تاخده، كل الناس مع الفئات العمرية. هيدا الفيروس بيأثر، يعني في له تأثيرات لما نقول تطور نوعا ما، لأنه الجسم ومناعته خلص تعرفت على هذا الفيروس، فالفيروس بده يخلق شيء جديد لحتى أقدر أنا هاجم من جديد. الأعراض بتختلف، آثار المرضية بتختلف، ممكن يأثر تكون في حالات وفيات بعدد أكبر. تمام. هلا أنا حبلش بالنقطة الأولى اللي هي أكثر نقطة عم ينحكى عنها بالنسبة لما يتحور المتحور دلتا، اللي هي قدرته على الانتشار هي أكثر من الفيروس السارس كوف 2 اللي ظهر أول مرة بال 2019، يعني اللي ظهر بوهان أول فيروس النسخة الأولى منه، هذا أكثر انتشار منه. وقدروا هي نسبة الانتشار أكثر، يعني بمعدل انه اذا اعتبرنا انه الفيروس اللي كنا التقليدي كان الشخص يعدي اثنين مثلا، عم يقولوا انه هذا ممكن تكون العدوى تكون تبعه تقريبا 4 أو 5 اشخاص بشكل تقريبي، يعني هو عنده قدره على الانتشار 2.5 تقريبا اكثر من قدره الانتشار على الفيروس التقليدي او الاول. اذا هي النقطه الاولى، لذلك هو الخوف منه ليس من الاعراض بحد ذاتها الا انه من سرعه الانتشار. سرعه الانتشار هي ممكن تتعب الانظمه الصحيه بكل دول العالم، مثل ما بنعرف انه بيصير في انتشار سريع مثلا لفيروس معين تبلش المشافي تمتلئ، جهاز العنايه المشدده، الاكسجين، فبيصير في عبء على الانظمه الصحيه، وهذا ما حصل بمجموعه من الدول. من ديسمبر 2020 الى الان يبدو انه المتحور انتشر ب
معظم دول العالم خلينا نقول. وفي بعض الدول عم يقولوا انه هلا صار اللي بتعمل ما يسمى الدراسه الجينيه انه صار عم يشكل حوالي 70 الى 80% من الحالات الموجوده. اذا هو الدرجه الاولى نحن اللي خلينا نقول بدنا نتعامل معه بحذر هي قدرته على الانتشار الكبرى، وهذا الشيء بيخلينا انه يجب انه نرجع لموضوع الاجراء الوقائي اللي كنا نتخذه سابقا. يعني ما حنقول بكل صراحة الخوف والهلع مثل ما يعني، بس بنفس الوقت ما فينا نعتبر انه نرجع طبيعي، ما نلبس الكمامة، بدنا نرجع للإجراءات الأساسية لأنه له طريقة انتشار أسرع من غيره. هلأ فيما يتعلق بالنقطة رقم 2 اللي هي ظهور الأعراض، على ما يبدو حسب الدراسات هلأ اللي عم نقراها انه الأعراض متشابهة إلى حد كبير مع السلالات السابقة من نعم. حيث الحرارة، ألم البلعوم، السعال، الرشح، الأعراض اللي كلاتنا بنعرفها. عم يحطوا بعض الملاحظات الصغيرة اللي ممكن تميزها أنه أحياناً ممكن نشوف بالمتحور دلتا الأعراض العلوية مثلاً احتقان الأنف والسيلان والرشح وألم البلعوم أكثر شوي من الفيروس التقليدي اللي كنا نشوفه سابقاً. كنا نشوف نحن بالفيروس التقليدي أكثر السعال الجاف والحرارة. هلا لا زال عم نشوف الحرارة بالمتحورين، بس هون عم يتم التركيز شوي على الأعراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي، الأنف والبلعوم والسيلان والعطاس اللي هنا ما كانوا كثير بصراحة كنا عم نشوفهم بالمرة الماضية. موضوع فقدان حاسة الشم والتذوق اللي كنا نشوفه أكثر كمان شافوا إنه هون أقل ضمن المتحور دلتا، يعني نسبة حدوثه طبعا كل شيء ممكن يصير بس إنه نسبة حدوثه أقل. زائد كمان احتمال حدوث أعراض هضمية بمتحور دلتا كمان قد يكون من أعراض مثل الغثيان، الإقياء، الألم البطني قد تكون موجودة بشكل أكبر. إذن هي بالنسبة لحكينا على الانتشار وعلى الأعراض، بس الأعراض إلى حد كبير ممكن ما نحسن نحن نميزها بشكل طبيعي. هلأ رقم 3 تفضلتي بنقطة مهمة جدا هي هل هو هذا الفيروس يستجيب على اللقاحات اللي أعطيت أو على الأجسام الضدية اللي تشكلت. يعني إحنا في عنا نوعين من المناعة موجودة بأجسامنا، إما في عنا جزء كبير من الأشخاص أصيبوا سابقا بفيروس كورونا التقليدي فصار عندهم أجسام ضدية، في كمان أشخاص كتير أخذوا اللقاح. هلأ الشيء الجيد خلينا نقول كمان والإيجابي بهذا الموضوع إنه الأشخاص اللي أخذوا اللقاح لا زال يعمل على المتحورات. يعني ضمن الدراسات طبعا انخفضت شوي فعاليته بكل صراحة، يعني مثلا بجوز كنا عم نقول بعض اللقاحات عم تقارب 100 أو 90%، قد تكون انخفضت 10% 20%، إلا أنه لا زالت هي اللقاحات عم تعمل بشكل جيد. والنقطة المهمة يمكن مرة كمان ذكرناها موضوع اللقاح أنه نحن ما بيهمنا اللقاح فقط موضوع أنه تصير عدوى أو ما تصير عدوى، يعني احتمال بصراحة حتى الأشخاص الملقحين بأي نوع من أنواع اللقاحات ينصاب بالعدوى. يمكن شفنا هذا الشيء صار واضح لأنه صار في عنا جزء من الأشخاص ضمن سوريا جزء منيح من أخذوا اللقاحات وعم ينصابوا، بس هذا لا يعني أنه اللقاح بيعمل وقاية كاملة من الإصابة بشكل عام. بس النقطة المهمة فيه أنه بيعمل وقاية من الإصابة الشديدة والمميتة اللي بتوصل المريض إلى المشفى لا سمح الله أو العناية المشددة أو يحتاج أجهزة الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي. لا زال اللقاح إلى الآن بكل أنواعه، يعني ما حنركز على نوع معين ضمن الدراسات اللي هلأ عم نقرأها بالمجلات والأبحاث الجديدة، إنه لا زال عم يعمل بمختلف أنواعه على الوقاية من الإصابة الشديدة، الوقاية من الإصابة اللي بتؤدي إلى الدخول بالمشافي. نعم دكتور، دائما السؤال بيكون هل من الممكن أن تكون يمكن شدة الأعراض أو النتائج لفيروس كورونا اللائية كمان النتائج بهذا المتحور الجديد هل ممكن تؤدي الإصابات إلى الوفاة، خاصة اليوم عم نحكي أنه هو بيصير بالفئات العمرية كافة. يعني اليوم صار في خوف وقلق كبير أيضا على الأطفال، هي الفئة العمرية اللي استثنيناها نوعا ما عند الإصابة بفيروس كورونا. اليوم خلينا نحكي عن هذا الموضوع، هل ممكن تؤدي إلى الوفاة خاصة بهذه الفئات العمرية الصغيرة؟ هلا هو يعني اذا بدنا نحكي بشكل صريح تقريبا الاصابه بالخفيفه والمتوسطه والشديده لا تختلف كثيرا عن الاصابات السابقه، فمن ناحيه المبدا والاصابه ممكن يؤدي هذا الفيروس الى الاصابه الشديده، ممكن يؤدي الى الاصابه بالوفاه، الا انه لا يبدو على انه هو من ناحيه الفوعه او الشده هو اشد، باستثناء يمكن قرانا دراستين، في دراسه طلعت بكندا ودراسه باسكتلندا، هذول دراستين اجريوا على المتحور دلتا، قالوا انه إصابة متحور دلتا عم تؤدي إلى
إصابات أشد وعم يخلوا العالم يدخلوا على المشافي بشكل أكبر ويحتاجوا إلى مشفى أكبر. إلا أنه بشكل عام لحد الآن المتحور دلتا إصابته خلينا نقول متشابهة جدا من ناحية الأعراض ونسبة الوفيات، وقد تكون تتشابه معنا من ناحية الموجات السابقة. نحن تذكروا مرة يعني صار 3 موجات على عنا، الإصابات صارت تقريبا مألوفة بالنسبة لنا من ناحية الإصابة الخفيفة والمتوسطة اللي منعالجها ضمن المنزل، والإصابة الشديدة اللي بتحتاج إلى القبول بالمستشفى ويحتاج فقط الشخص الأكسجين، والإصابة اللي نسميها الحرجة أو الكريتيكال اللي هي المريض بيحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية المشددة. إلى الآن خلينا نقول حتى ما يعني نكون خايفين أكثر مطلوب، أنه هي قد تكون ضمن الكرايتيريا السابقة ضمن نفس الأعراض والمجموعة اللي شفناها ضمن الفيروسات السابقة بين قوسين، بس عم نرجع نركز هون على نقطة سرعة الانتشار اللي هي لح تغلب أكثر الأنظمة الصحية، يعني من ناحية تأمين عدد أسرة المشافي، لأنه ينتشر الفيروس بشكل كثير سريع قد تمتلئ المشافي. هذا ما حدث في مجموعة من الدول، امتلئت المشافي بشكل أكبر، نفس الأكسجين، أجهزة التنفس، فقد تكون التعامل مع الفيروس بهذه المشكلة هو المشكلة. هلأ نحن إذا بدنا نحكي فيما يتعلق بواقعنا بسوريا، ما فينا بكل صراحة نتوقع هلأ وين بدنا شو بده يصير ضمن حدوث موجة دلتا، لأنه هذا بيتبع عدة عوامل. بيتبع أنه نحن في عنا جزء كبير من الأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا على مدى من تموز 2020 إلى الآن، في عنا أعداد كبيرة من الأشخاص اللي أصيبوا. هالمناعة اللي حدثت عند الأشخاص لا شك هي مناعة قد تؤدي إلى الوقاية من الحدوث من متحور دلتا، ولكن هل يا ترى هي كافية بشكل 100%؟ هل يا ترى الإصابات اللي كانت قديمة شوي إلى سنة بلشت تختفي المناعة؟ لأنه كانت الدراسات عم تقول إنه الإصابات ممكن تعمل مناعة قد تكون بحدود ممكن تكون أنهكت جهاز المناعة. يعني كمان هون هي نقطة كتير مهمة، لما الشخص يصاب أول مرة ونحن عم نقول مع فيروس متطور ومع كل موجة عم نقول يجب أن ينحسر، نتفاجأ إنه لا، في انتشار، في تطور، انت عندك اضداد وصار عندك مثلا مناعه لانك اصبت، بس ممكن كمان هيدا ياثر على صحه الشخص بالاصابه الثانيه، يكون جهازه المناعي انهك، عندك جهاز التنفسي، هون بيكون الفيروس يمكن وقع عادي، بس لانك اساسا مستهلك بالزبط. من خلال جهازك المناعي بياثر بشكل فينا نقول سلبي على كل الناس، لهيك عم نقول لازم الناس تاخذ جميع الاجراءات الوقائيه لتقي فعلا هي الاخطار بشكل كثير كبير، وخاصة الأشخاص اللي بكل صراحة كانت إصاباتهم شديدة. يعني نحن بتعرفوا في أشخاص أصيبت بكوفيد بالعام الماضي وبهالعام وصار في عندهم عواقب، خلينا نقول يعني في بعض الأشخاص أصيبوا بعد منها بمتلازمة ما بعد الكورونا، في منها التليف الرئوي مثلا، إصابات رئوية شديدة ناجمة عن شدة الإصابة، كمان هدول منخاف عليهم من أنه تكون الإصابة الثانية أشد. بس على ما يبدو أنه لا تزال الإصابة اللقاح بهالمرحلة هي هن قد يكونوا يخففوا من شدة الإصابة. هلأ النقطة كمان يمكن أنا لازم نحكي عنها، أنه ضمن الدراسات اللي هلأ كمان اطلعنا عليها بالعالم، أنه معظم الإصابات اللي انشافت بمعظم الدول بالعالم كانت عند أشخاص غير ملقحين وغير مصابين سابقا، يعني بالاستطلاع العام. في نسبة طبعا مثل ما حكينا أنه صارت عند أشخاص مصابين، أشخاص ممنعين بلقاح، بس ما كانوا هن النسبة العظمى، النسبة العظمى هن من اللي ما انصابوا سابقا واللي ما أخذوا اللقاح، وهذا خلى أنه شوي يصير في يعني توجه أو توجيه لأخذ الجرعات اللقاح لحتى يتم الوقاية من انتشار هذا الفيروس بين كافة الفئات العمرية. نعم دكتور، إذا بدنا نحكي اليوم بالتفصيل أو بصراحة أكثر، يمكن أشرنا إلى وضع المشافي والجاهزية الطبية، وعم نحكي عن فيروس سرعة انتشاره هائلة بالنسبة لكوفيد يلي شفناه بالسنوات السابقة، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كيف الشخص في حال انصاب إصابة أول شيء ممكن بسيطة قبل ما يتفاقم الموضوع وبيحتاج التوجه للمشفى، كيفية التعامل مع هذا الأشخاص؟ هلأ نحن في مثل ما تعرفي حضرتك نحن بنقسم المرض على 4 أقسام، الحالات الخفيفة والمتوسطة هن المرضى اللي بيكون في عندهم أعراض فيروس كورونا بس ما بيكون عندنا أعراض تنفسية سفلية، ونقصد الأعراض التنفسية السفلية اللي هي الألم الصدر أو ضيق التنفس عند بذل الجهد. هدول الأشخاص ممكن ما يراجعوا المشفى بالمراحل الأولى، ممكن يتعالج ببيته، ممكن ياخذ بعض الفيتامينات، ممكن ياخذ الباراسيتامول المسكنات الألم. طبعا موضوع الصادات الحيوية إذا في موضوع إنتاج جرثومي ثانوي
فممكن ينعطى. الصاد ليس هو دواء أساسي، نحن هون عم نتعامل مع فيروس. بس إذا في عنا شك بإنتاج جرثومي ثانوي، التهاب بالعوم جرثومي، لأنه ممكن يصير هذا الاختلاط الثانوي والتهاب جو، ممكن يتم أخذ الصاد الحيوي. هدول المرضى ممكن يتعالجوا بشكل كامل بالبيت، وبيتم إخبارهم أنه في حال تطور أي عرض مهم، يعني أنه شعر بألم صدري، شعر بضيق بالتنفس، حرارة معندة ما عم تنزل رغم كل خوافض الحرارة، تعب شديد بالجسم، أنه هذا الشخص لازم يراجع المستشفى، ولازم يعمل مجموعة من الإجراءات والتحاليل من بيناتها، مثلا نعمل صورة للصدر أو تحاليل تتعلق أحيانا بتخسر الدم. هلأ الحالة الشديدة يلي هي ببلش المريض بقياس جهاز الأكسجين اللي عنا اللي صار متوفر بالعيادات والمشافي وبعض المنازل، طبعا عندهم يا جهاز الأكسجين بيقيس نسبة الإشباع الأكسجين. هذا الرقم يجب أن يكون بشكل طبيعي بين 95 إلى 100%. إذا هذا الرقم انخفض عن 95%، هذا مؤشر على أنه الفيروس بدأ يتجاوز الجهاز التنفسي العلوي وبدأ ينزل للجهاز التنفسي العلوي، أو يعني يؤدي لحدوث ذات الرئة. بهالمرحلة هذا هو شيء مؤشر لأنه هذا الشخص يجب أن يتم مراجعة المشفى وقبوله بالمستشفى لإعطاء الأكسجين، إعطاء الكورتيزون الدكساميتازون وهذا الدواء الموصفي، وممكن إعطاء الصادات الحيوية. هلأ النقطة اللي أنا بدي كمان نوه إلى أنه الأشخاص اللي حكينا عنه بالبداية، الحالات الخفيفة والمتوسطة اللي بيتعالجوا بالبيت وأكسجة الدم عندهم طبيعية، هذول الأشخاص ما لازم نعطيهم كورتيزون بشكل هجومي، لأنه الكورتيزون شفنا ببعض الحالات في مبالغة بإعطاء الدكساميتازون أو الكورتيزونات عند هالمجموعة من الأشخاص. الشخص الغير مصاب بنقص بأكسجين الدم، قد الاسترويد أو الكورتيزون أو الدكساميتازون يلعب دور سلبي حتى أكثر ما يكون إيجابي عند هؤلاء الأشخاص، لأنه ممكن يضعف المناعة، فهدول الأشخاص ما لازم يأخذوا الكورتيزون. هل الشخص اللي بيدخل على المستشفى حتما أي شخص صار عنده انخفاض بالأكسجين بده ينعطى الأكسجين وبده ينعطى الدكساميتازون والصادات الحيوية. وطبعا نحن نعمل تحليل التخسر اسمه الدي دايمر اللي صار يطلب لهؤلاء المرضى، إذا كان ضمن حدود معينة تعطى كمان بعض مضادات التخسر أو المميعات. الحالة الحرجة أو الشديدة هي اللي صار المريض ضمن المشفى بس الأكسجين ما عاد كافي بالنسبة له، يعني صار هو بحاجة لأجهزة دعم تنفسي، فممكن نحتاج لجهاز المنفسي أو أجهزة دعم تنفسي غير غازي بنسميهم جهاز السي باب أو جهاز باي باب، يتم وضعهم مثل الكمامة على الوجه وبيطبقوا الضغط. بدنا نشكرك الدكتور حسام البردان أخصائي صدرية على وجودك معنا، نتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، ومع كل موجة جديدة دائما نتمنى تكون هي الموجة الأخيرة، بس للأسف هيدا الفيروس كل ما انه عم يتطور عم يزيد انتشارا، فبنتمنى من كل الناس اخذ جميع الاجراءات الوقائيه لحمايتهم حمايه اهلهم وكل احبابهم. شكرا كثير لك. بشكركم، وفعلا مثل ما تفضلتي حضرتك نتمنى انه جميع الاشخاص يعني يتخذوا الاجراءات الوقائيه بهالمرحله، ما لدرجه الخوف والهلع، يعني نمارس حياتنا بس بدرجه انه يمكن كل الاشخاص لازم يرجعوا على موضوع بالاماكن المغلقه لارتداء الكمامه والتغسيل والتعقيم، نرجع شوي للشيء اللي كنا العام الماضي عم نطبق هالممارسه هي بشكل أكثر. يعطيكم ألف عافية ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا كثير لك.